الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ركن كشنات أما تير كشنات وأركان الإيمان ككم إذا وحوي إلا الرمي ما لنت قيامه ما لنت يوم الآخر إلا الرمي يوم الآخر إلا الرمي أنا وحي كين يساء وح إلا وحي لعه يموت كوحي كذب بي إلا الرمي خروج الروح سيد الروح ذا وبحذا وقبض الملائكة لها ملائكة إني قبضته صعودا بها للسماء عودتهم بها للجسد إني ملائكة الروح ذا لأعد السماوات كلها كرتها دان الله صور نقطه سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة في القبر ملائكة إني كويديني إني قفك استويديني سصدح السؤالات قبرك كويديني عذاب القبر ونعيم القبر قبرك عذابتي ينحريس إن ماركتا للرميو البعث بعد الموت إن لسيصوص سارة يدي مشهد كدب لسيصوص سارة إلا الرميو الحساب حسابك الجنة النار جنة هي النار كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر والله أعلم وحكست أو رعه يقف مركو لتكدم بيه وحيسوق لهيان الإيمان باليوم الآخر يسوق لهيان والله أعلم